تعرف على حضرتك؟ حمدي هيكل. استاذ حمدي بنها اليوبية. النهاردة الجمعة نازل ايه؟ وعضو مؤسس في حزب الكرامة. حزب الكرامة استاذ حمدي صباحي؟ بالظبط. طب نازل النهارده ليه؟ هو مش بتاع الاستاذ حمدين صباح. لا اقصد عضو فيه. عضو فيه وهو يعني مؤسس وكيل مؤسس. هو والاستاذ امين اسكندر. الاثنين اعضاء فيه. الاثنين اعضاء في الكلام. تعريف كويس. وهل الحزب نزل النهارده؟ طبعا. انا مش شايف ولا لا 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 الحزب موجود وتجمعه امام كنتاكي. أيوة. عشان خاطر لما يقولوا ان احنا بناخد من كنتاكي وجبات فيبقى الكلام صحيح. انا لسه ما اتغديتش. هتعزمني على كنتاكي؟ اكيد طبعا. طب الاهداف بعد اذن حضرتك النزول النهارده؟ والله النهارده احنا اهدافنا هي اهداف ما قبل 25 يناير. يعني انت شايف الحاجه مفيش حاجه اتحققت خالص؟ مفيش حاجه اتحققت غير ان مبارك اصبح غير موجود في النظام، لكن النظام ما زال قائما. لان انا لا اعتقد ان اذا كان في ثوره قامت، فانا لا اعتقد ان الثوره قامت ضد النظام، فما زال النظام يحكم ممثلا في وزاره 90% من اعضائها هم أعضاء في الحزب الوطني المنحل ومن رجال الوريث ومن رجال المخلوع. الأستاذ حمدي الصباح جاي النهارده؟ مش عارف الحقيقة إذا كان هو موجود النهارده في القاهرة فهيشارك أو لا. طب مفيش أي حد من أبرز المؤسسين جايين؟ كل المؤسسين موجودين. بلا استثناء، يعني الدعوة موجودة للمؤسسين ولأصدقاء الحزب. طب أنا هجي لك دلوقتي قدام كنتاكي أقعد معاهم لقاء عشان أشوف بعيني بقى الحزب موجود ولا لا. أكيد إن شاء الله. أنا بس عايز أضيف حاجة، بقول ان المجلس العسكري اذا كان عنده الرغبة في ان الامن يعاد الى البلد فيجب ان يتم تطهير وزارة الداخلية تطهير كامل، لان خلال 30 سنة كل خريج الشرطة هم خريجين محسوبين على الفساد ومحسوبين على المحسوبية ومحسوبين على الرشوة، وهم تربوا على هذه المسألة من اجل اقرار نظام فاسد. احنا عندنا حاجة اسمها الامن المركزي. الامن المركزي دول مجندين يستطيع الجيش من خلال اخراج كل عناصر الشرطة منهم من ضباط وتعيين لواء عسكري من القوات المسلحة وزيرا للامن المركزي او وزيرا لوزارة تسمى الامن الداخلي، وانه يشرف ضباط الجيش على الامن المركزي، ومن خلال الامن المركزي او وزارة الامن الداخلي كاقتراح ليا يتم اعادة الامن لمصر وتجنيب الشرطة الفاسدة والداخلية الفاسدة من التعامل مع الجمهور. وانا بسأل المجلس العسكري، انت هتعمل انتخابات ليه؟ هتعمل انتخابات والبلطجية كلهم على الطرق وكلهم حوادث القتل وكلهم حوادث الخطف، انت عايز تعمل ايه في البلد؟ انا شاكر لك وانا نصور في انتظار استاذ حمدين صباح لما يجي والاستاذ اسكندر وعم معهم لقاء ان شاء الله. جيلك قدام كنتاكي. شكرا. والثورة مستمرة. شكرا.